আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। একটি প্রশ্ন এসেছে, ইস্তিগফারের বিশেষ কোনো শব্দ বা সিগা আছে কি না, যে এর বাইরে অন্য শব্দে ইস্তিগফার করা যাবে না? আসলে এমন নয়, ইস্তিগফার যে কোনো শব্দে জায়েজ, ইস্তিগফার যে কোনো শব্দে জায়েজ। ইস্তিগফার তো আল্লাহ তোমার কাছে আমি মাফ চাই, এটা আরবি ভাষায় হোক অন্য যে কোনো ভাষায় হোক, ইস্তিগফার যে কোনো ভাষায় যে কোনো শব্দে জায়েজ। মাসুর ইস্তিগফার যেগুলি আছে, অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সিগা যে শব্দে আছে, ওই সিগা বা ওই শব্দে ইস্তিগফার পড়াটা উত্তম, কিন্তু অন্য যে কোনো শব্দে ইস্তিগফার জায়েজ। এবং অন্য শব্দে ইস্তিগফার না জায়েজ বা খেলাফে সুন্নত মনে করাটা বিদআত। অন্য যে কোনো শব্দে ইস্তিগফার কে না জায়েজ বা খেলাফে সুন্নত মনে করাটা বিদআত হবে, বাড়াবাড়ি হবে দিনের ব্যাপারে। শেখ বিন বাজ ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেছেন, আল মাকসুদ ইয়াতলুবুল মাগফিরাতা বিআই সিগা, আল মাকসুদ ইয়াতলুবুল মাগফিরাতা বিআই সিগা, মাকসুদ হলো মাগফিরাত সে তলব করবে আল্লাহর কাছে যে কোনো শব্দে। আপনাদের সামনে সেটা আছে, ওই পেজে আপনারা বলেছে শুনবেন ইনশাআল্লাহ। সুতরাং ইস্তিগফার যে কোনো শব্দে জায়েজ, এবং বিশেষ কোনো শব্দে এই শব্দেই হতে হবে এমন কোনো কথা কোরআন শরীফ বা হাদিস শরীফে নেই, এমন জরুরি মনে করাটা বিদআত, দিনে বাড়াবাড়ি। মাসুর ইস্তিগফার উত্তম, কিন্তু যে কোনো শব্দে জায়েজ হবে। আল্লাহু আলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। حدثونا عن الاستغفار وعن صيغته وعن كيفيته وعن عدد المرات التي نقولها في اليوم، وذلك لأن الإنسان يشعر أنه مقصر وقد يكون قد أذنب ذنبا عظيما وفاته كثير من العمل الصالح، جزاكم الله خيرا. الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في حاجة إليه شديدة، يقول الله عز وجل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ويقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات، قد هم الإنسان في كل من الاستغفار، وهو سيد ولد آدم، قد غفر الله يوم تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يكثر من الاستغفار ويقول والله إني لا أستغفر الله اليوم والليل أكثر من 70 مرة. فيقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار. وصفة الآن يقول أستغفر الله أستغفر الله بعد كل صلاة 3 مرات، لا سلم على الفريضة، نعم، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإذا قال في جميع الأوقات اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنوبي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كله طيب. المقصود يطلب المغفرة بأي صيغة، رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لي ذنوبي، أو اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كلها طيب. فهذا من دعاء صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل أثاني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أشررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومن استغفاره اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أشررت وما أعلنت وما أشرفت
وما أنت أنا أمي، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسيد الاستغفار حتى عليه وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها صباحا مؤمنا مكرا بها الجنة، وإذا قالها مساء ومات على دخل الجنة، فضل عظيم. وقال سيد الاستغفار يعني رئيس الاستغفار وأفضل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.